قال عدد من السياسيين الكرد إن الفراغ الذي تركه القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور روج نور إشاويس كبير، وأن الخسارة التي مني بها الحزب لن تعوض. وطنية شخصية قومية وشخصية ذات ثقافة قومية كثيرة، وخدم في مواقع كثير في كردستان وفي العراق، وخدم الشعب الكردستاني في مجالات كثيرة. للأسف الشديد اليوم افتقدنا مناضل كبير ورمز من رموز النضال، الحركة الكردية والحركة الكردستانية. عاش الدكتور روج حياة مليئة بالكفاح والنضال، واختار عيش المقاومة ضد الدكتاتورية، وناضل من أجل الديمقراطية للعراق ككل، وله تأثير بالغ. إنه من أحد شبان للطريقة الخالدة البارزاني الخالد، حيث إنه في عنفوان شفابه انضم إلى صفوف الحركة الكردستانية، وكان له دور فعال وكبير بين صفوف اتحاد طلبة كردستان العراق، وكان إنسانا مثقفا وشامخا، لم يتوانى لحظة في خدمة الشعب. تعزينا لفخامة الرئيس مسعود بارزاني وعائلة الدكتور روج نوري شاويس. الدكتور روج ليس وحده، لأن والده كان قياديين بارزين في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتقريبا يعني أكثر من 70 سنة هذه العائلة من العوائل العريقة اللي لهم دور بارز في الحركة الكردية. وكاكروش إنسان سياسي ومثقف، وحقيقة بيشمرقة مقاتل مثل مقاتلين الأبطال المعروفين بالجبال كردستان، وله دور بارز بالمفاوضات مع حكومات المتعاقبة.